على طفل ضخم كان رجال حولي قد اصبحوا ديار النساء، اما انا فبقيت مسكينا بائسا وبالكاد اتذكر اهتمام النساء بي، فعلى اغلب الظن انهن كن ينظرن لي وكاني حدث ميؤوس منه، او بالاصح كن يشعرنني باني مخلوق محبوب ولكني لا اواكب عصري. فبينما كان الجميع يجد لنفسه قرينا وحبيبا، هذه التجربه اثناء التوجب صوب انشاء الامه الديمقراطيه، هو القيام بنقيض ما عمل به حتى الان تحت اسم الشرف. انني اتحدث عن الذكوره الكرديه المقلوبه راسا على عقب. عبد الله وجلال، في المستوى اللي وصلت المراه في وقتنا الحالي مستوى عظيم في جميع المجالات العسكريه والسياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه، فهي تتربع في اعلى المراتب. في فرق شاسع يعني بين حياتنا القديمه وحياتنا في وقتنا الحاضر. قديما كانت تعاني المراه من الاستعباد من قبل الرجل، وفي آن الوقت الحالي حريه بسبب فكر القائد. كل شيء تريدون توظف تقدر تقاوم، انه في كل شغله تعلمنا يعني من الكتب هذا عبد الله وجلال، ونتمنى يعني كلياتنا نكون ايد واحده وكل الشعب من كل المكونات انه ندوات ومسيره عشان نقدر نطلع عبد الله وجلال من سجن الرادي. ونحن لنا الفخر انه القائد عبد الله القائد وجلال انه طلع هالكتاب وعانى على هالشيء، يعني مثل واحد يكون ولد واحد يكون اعمى وتفتحنا، كثير استفدنا من هالشغلات كثيره. هلا بخصوص القائد، شو ما نحكي شهادتنا مجروحه، شو ما نقول عن القائد بضل قليل، وخاصة بكل شيء قدمه لشعبنا وبكل شيء قدمه للمرأة بشكل خاص. أنا برأيي الشخصي الشيء اللي فينا نقدمه هو نضل ماشيين على مسيرة القائد، نضل نحقق كل شيء هو طالبنا فيه نحققه. طلع مفكرات ومفكرين للمرأة حاولوا يرجعوا هالمكتسبات اللي الرجل استولى عليها لكن دون جدوى، يعني مر بدون جدوى، ومع حدوث العصور الجديدة اللي نحن فيها كان أقوى الأفكار هي أفكار القائد عبد الله أوجلان، حيث أنه هو اتخذ من حرية المرأة هي حرية جميع الأمم والشعوب، يعني مسك بإيد المرأة وقال إذا حرية أي شعب راح تكون حرية المرأة، فحرر المرأة من خلال فكره ومن خلال أفكاره، يعني مرافعاته الخمسة كلها تتحدث عن دور المرأة ولازم المرأة تتحرر ذهنيا وجسديا، مو المرأة بس تكون آلة لإنجاب الأطفال وآلة للرغبات الجنسية فقط، بل المرأة هي لازم تكون قوية تقدر تدافع عن حقوقها.